كيدوك نديوك معنا للمستشفى دير في سته في يوم من هذا ومن بعد نطلعوك الله يرضى عليك على قلب الاجراءات نورمال عندك حق الزياره ولا شيء ان شاء الله نورمال وهاو كيجيو الاهل تاعك واش عندك تمدلهم لهم ما كاش مشكل تمديك صحيح هذه العمليه نعتبرها جد مهمة تم خلالها حجز هذه الأوراق رفيعة الجودة تستعمل في تزوير من طرف المشتبه فيهم. هذه الأوراق رفيعة الجودة يتم اقتنائها خصيصا لهذه العملية اللي هي عملية التزوير تزوير النقود. تم حجز أجهزة إعلام آلي محمولة وستة طابعات عبارة عن سكادر وستة هواتف نقالة تستعمل في بين الشبكة الإجرامية في التزوير وترويج هذه العملة. تم تزوير ما قيمته 22 مليون سنتيم من الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار جزائري. كما أسفرت هذه العملية عن توقيف خمسة مشتبه فيهم يشكلوا جماعة إجرامية سيتم تقديمهم فيما بعد أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوريج.